يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، ايه الكعب ده؟ شفت دي؟ حلو الواد ده جامد على فكره، بس صلاح معلم عليهم كلهم بقى. لا صلاح صلاح ده في حته تانية. طب بالنسبه للي مالوش في الكوره بقى يعمل ايه دلوقتي؟ مضطر يقعد يسمع الكلام ده، خاصه لو مش عارف يقوم من مكانه زي كده بالظبط. هتدي بقى معلقه مسقعه من البنزغرات دي، هتعجبك هتنبهر. تلعب لها؟ امال طبعا مشاريها تحفه تحفه بجد يا ماجد، مسقعه تحفه. بس انت مزوده فيها الزيت شويه؟ لا لا خالص. ده لا. مش عارفه ليه حسيت كده. دوق من البطاطس دي. دوقتها يا حبيبتي. حد عايز كوبيبه يا جماعه؟ لا. اه شيري انا عايز. هجيب لك معايا سمك. اهي جايه مع مراتك. ماشي حبيبي. هتحطي لي معلقه من المسقعه دي يا ماجي، انت اللي عاملاها؟ ايه؟ اكلها احلى من اكلي؟ هو انا قلت كده؟ طب اتلم شويه كل بطاطس. لا يا ماجي حرام عليكي، انا باكل كتير. انت بتاكلي الاثنين دلوقتي، تاكلي ليكي وقولي اللي في بطنك. مش لما يبقى موجود اصلا اللي في بطني. على اعتبار مساكو. خلاص بقى كفايه بقى، ما تزوديهاش. وبعدين ما تعمليها انت كمان عشان ناكلك براحتنا. صراحه كده انت شجعتيني وفكر اعملها فعلا. اهو يعني البيبي بتاعك لاقي حد من سنه يلعب معايا برضه. مش عشان كده بس، عشان جوزك يتحمل المسؤوليه شويه، يمكن يعقل صاحبه. ايه ده هو في ايه؟ وانا ليه حاسس ان انتوا جايبين في سيرتي؟ اساس ان انت مش سامع يعني؟ ده انت ايامك معايا سودة. بس استنى بس اما اخلص اللي انا فيه. انا؟ اه. ايه ده؟ جميله تعمل اللي هي عايزاه. اسمع وانت ساكت. ماشي حقك. الفراخ دي تحفه، انا اللي عاملاها. مني ليك. ماشي بقى. بيت عيد ميلادك. اركن العربية وتعال. خايف لا تعمليها زي كل مرة وما اعرفش قبلك. بس هو احنا ما اتكلمناش في الفيلا عندك ليه؟ ولادي كانوا في البيت، هنتكلم ازاي؟ هنروح مشوار مع بعض وهرجعك عند عربيتك تاني. هروح فين؟ هقول لك السر. ماشي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.